أهلا بكم في نشرة الأخبار. أعلن عبد القادر عمار وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء عن استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات ابتداء من يوم الخميس المقبل، وذلك وفق ما تضمنته تعليقات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كشف الوزير في تدوينة تتعلق أساسا بإجراءات تخفيف الحجر الصحي أن التنقل بين مدن المنطقة واحد سيكون بشكل عادي دون تدابير استثنائية، بينما التنقل من المنطقة 2 يتطلب شروطا لم يكشفها عمار في تدوينته. وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الحجر الصحي، أضاف المسؤول الحكومي ذاته أن حركية تستأنف ابتداء من اليوم 20 يونيو من وإلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت توقيف حركة النقل بين المدن يوم 21 مارس الماضي، ومنع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية باستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، وأيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات. شكرا لكم وإلى اللقاء. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.